إذا هذا السلك بدأ يتحرك بهذا الأكسلريشن، بدأ يتحرك ب 38 متر بير سكند سكوير، ووجدنا أنه بهذا الاتجاه، مظبوط؟ هلا هذا أول ما بدأ يتحرك صار في عندي رح يصير في له سبيد، مظبوط؟ ورح يتكون هون جنريتر إفكت، ولما اشتغلنا على الجنريتر إفكت وجدنا أنه الكرنت اللي ماشي جاي من الموتور رح يكون بهذا الاتجاه، فنسميه مثلا IA، رح يتكون باك إي إم إف، مظبوط؟ الباك إي إم إف رح يكون بحيث أنه يحاول يمشي كرنت معاكس وفولتج معاكس حسب لينزز لو. الفولتج هذا اللي راح يتكون هون الباك اي ام اف سميناه في اي ام اف الكتروموتيف فورس او باك اي ام اف، بي باك اي ام اف يساوي راح يكون مساوي ل، اذا حسبناه هون فحسب اللي راح يكون في اللي هي السرعه في دي دوت ال، فراح يعتمد على السرعه اللي بتكونه هون وبي حتى يعطيني هذا الفولتج اللي موجود هون، والفورس الفورس اللي بتتكون على السلك مضروبه في ال في دي من هون. هلا خلينا نشوف شو بصير. هذا السلك راح يبدا يتحرك بهالنجاح، راح يبدا يتسارع، راح يبدا يتسارع وراح يضل يتسارع ما دامت الفورس اللي مأثر عليه بهذا الاتجاه اكبر من الفريكشنال فورس. امتى راح يوصل ستيدي ستيت كونديشنز وتصير سرعته زيرو؟ لما يتساوي، لما تتساوي الفورس اللي مأثر عليه مع الفريكشنال فورس اللي موجوده هون. يعني قديش بدها تصير الفريكشنال، قديش بدها تصير الفورس اللي مأثر عليه؟ 20 نيوتن. فبده يصير عندي هون 20 نيوتن بيساوي اي في ال. هلا راح احطهم هذول سكيلرز الزوايا، راح احطهم ماجنتيودز لانه الزوايا عندي هون 90. عندي بي قديش؟ 0.1 وال 10، فبصير عندي هذا بيساوي اي، اذا اي بيساوي 20 امبير. قديش انيشالي كان الكرنت؟ كان عندنا 120 على 0.3، كان اي انيشالي 400 امبير، اي انيشال 400 امبير. اذا شو بنلاحظ؟ هي اول استنتاج مهم. قديش كان الانيشال كرنت؟ ستارتنج كرنت 400. قديش صار هلا ستيدي ستيت كرنت اللي وصلت له بس وصلت السرعه؟ تمام، واضح؟ اذا هي احد الاشياء اللي بتصير عندي في الماشينز، بس اعمل ستارتنج عندي هاي ستارتنج كرنت، وبعدين بس توصل الماشين هاي ترتفع سرعتها وتوصل ستيدي ستيت رح تنخفض السرعه اللي موجوده فيها. لما ينزل هلا هذا اي، لما ينزل اي للقيمه هاي رح يصير عندي باك اي ام اف جديده. هلا اي اذا ضربت اي في ار اي رح يعطيني المعادله الجديده اللي بقدر احسب منها الباك اي ام اف. في بي شو بتساوي؟ بتساوي اي اي في ار اي زائد في باك اي ام اف، مضبوط؟ هو لما تزيد سرعته مش راح يزيد الباك اي ام اف اللي موجود هون، الباك اي ام اف اللي موجود هون مش راح يصير معاكس لل 120، اللي راح يضل الفرق بينهم ايش راح يكون؟ على 0.3. اذا راح يصير عندي اي اي الان بالحاله هاي كم امبير؟ 20 امبير. ار اي قديش؟ 0.3. صار عندي 0.3 في 20. في بي لساها 120. اذا ايش راح يطلع معي الان؟ 140. بي باك اي ام اف بتصير 120 ناقص 3 في 2 6 114 فولت. شو يعني؟ ايش يعني 114 فولت؟ ايش راح يبين عندي؟ راح يكون عندي الباك اي ام اف اللي موجود هون 114 فولت. شو البولاريتي تبعته؟ عكس بلس ماينس. شو البولاريتي تبعت 120؟ بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس حسب كي في ال. ايش راح يتكون عندي هون؟ 6 فولت من هون لهون، مش هيك؟ رح يضل عندي هون 6 فولت بهذا الاتجاه. 6 فولت زائد 114 بتعطيني 120. اوكي، بس هذا الباك اي ام اف ايش بقدر اطلع منه الان؟ السرعه، مش بي لساها موجوده نفس الشيء وال موجوده، ايش بيطلع معي؟ السرعه. اذا بيطلع بصير عندي 114 بتساوي في، راح احطهم هلا ماجنتيودز بس، في 0.1 في 10. اذا في شو بتساوي؟ 114 متر بالثانية. إذا هذا راح يبدا راح يبدا سرعته الانيشال راح تكون زيرو، راح توصل سرعته 114 متر بالثانية، وهو ماشي على 114 متر بالثانية، ايش الباك اي ام اف اللي بيعمله؟ 114 فولت، ال 114 فولت بتقاوم ال 120 فولت اللي موجودين هون، الفرق بينهم بكون لي كرنت عند الريزستر ماشي في الريزستر، قيمته 20، 20 في 0.3 بيعطيني 6 فولت، ليش احتجت هذا الكرنت هون؟ حتى يضل عندي فورس، الفورس هاي بدها تتطلب على مين؟ على 20 نيوتن متر اللي موجود هون. هلا وصل ستيدي ستيت؟ خلص وصل ستيدي ستيت، راح يضل الى الابد ماشي على سرعه
114 متر بالثانية بهذا الاتجاه، مظبوط؟ واضح؟ كل فاهم هذا الجزء؟ هل في عندي جنريتر اكشن؟ وين جنريتر اكشن؟ ولدت لي الباك ام اف اللي موجودة هون، هل عندي موتور اكشن؟ طبعا الموتور اكشن ايش عملت؟ اعطتني الفورس اللي موجودة هون. إذا كان عندي هون موتور اكشن وجنريتر اكشن، الموتور اكشن سببت فورس موجودة عليه، في البداية ما كان عندي كرنت ولا عندي ما كان عندي عفوا باك ام اف، ففي البداية كانت ال 120 ما كان هون في باك ام اف لأن السرعة ايش كانت؟ زيرو. لما كانت السرعة زيرو أول ما بدينا، أول ما حطينا على السيستم حطينا 120، كان الإشي الوحيد بقاومه هو 0.3 أوم اللي موجود هون، مش 400 أمبير. 400 أمبير أعطاني فورس عالي في البداية، قيمتها 400 وانطرح منها 20 للفريكشن، طلع عندي 380 نيوتن. 380 نيوتن خلت هاي القطعة تبدأ تتسارع بهذا الاتجاه، لكن أول ما بدأت تتحرك إيش مين اشتغل؟ جنريتر أكشن، بدأ يكون باك ام اف. الباك ام اف صار يقاوم الفولتج اللي موجود هون، صار يقاوم الفولتج الموجود هون، فصار عندي ينزل الكرنت، تنزل الفورس عليه، نزلت الفورس عليه لحد ما وصل ستيدي ستيت كونديشنز. ستيدي ستيت كونديشنز اللي موجوده هون ادت لسرعه 114 متر بالثانيه، راح يضل على 114 متر بالثانيه الى الابد. نعم تمام. هلا في طريقتين، يا اما بتاخذها باي كومن سنس من لينزز لو انها بدها تقاوم الهات، بصير اذا بدك، والا اذا ما عملت هيك راح يبدا يتكون عندك طاقه فروم ناثينج، مظبوط؟ يعني لو انا عندي 120 وجاني كمان 114 عليهم، راح اجمع 124 و 114 لسه الكرنت راح يزيد اكثر، فراح يصير هذا السيستم بوزيتيف فيدباك والكرنت تبعه بيزيد وعم بيجي طاقه فروم ناثينج. اذا لينزز لو بحافظ بهي الطريقه. الطريقه الثانيه كلوز لوب، بدك تعمل هون الجنريتر افكت. الجنريتر افكت ايش بدنا نقول؟ بدنا نقول انه الفلكس داخل في الصفحه موجود هون، وبدنا الحركه، مظبوط؟ هي الحركه، هي الحركه، وهي هاي بتكون هيك. شو يعني بتكون هيك؟ هذا سورس، مش هذا سورس على فكره، مش هيك؟ بده يكون الكرنت باتجاهه بده يطلع من البوزيتيف اللي موجود هون. اذا لازم يكون اتجاه الاي ام اف هيك، والكرنت اللي هو بده يحاول يمشيه. هلا هو بيقدرش يمشي كرنت، ليش؟ بيقدرش الجنريتر، رغم انه صار في جنريتر افكت، ما راح يقدر يمشي كرنت بهذا الاتجاه، لانه الفولتج هذا اكبر من الفولتج هذا، فالنت كرنت راح يكون اتجاهه بهذا الاتجاه. عشان واضح للهاي. وطبعا عم بيصير في انرجي كونفرجن. ايش الانرجي كونفرجن اللي عم بتصير؟ في انرجي جاي من هذا السورس، مظبوط؟ في انرجي جاي من هذا، ليش؟ لانه الكرنت عماله بيطلع بالبوزيتيف تيرم. قديش قيمه الباور اللي عماله باخذها من هذا السورس؟ اي في في، مظبوط؟ فراح تكون اللي هي عباره عن بالنهايه لما بوصل ستيدي ستيت كونديشنز قديش صار الكرنت؟ 20 20 في 120 راح تعطيني واتس، مش هيك؟ مش وحدتها واتس اللي هي جولز بير سكند. وين عم بتضيع هاي الطاقه؟ في مصدرين. ايش هم المصدرين اللي عم بضيع فيهم الطاقه؟ في عندي اي سكوير ار راح تضيع هون، راح تضيع على شكل حراره، والبقيه وين راح تروح؟ بهذا. طيب وين عم بتضيع بالنهايه؟ فريكشن. ال 20 نيوتن هذول اذا ضربت 20 نيوتن في ايش بضربهم حتى اطلع الهاي؟ في الفي. اذا ضربت اف في في شو بتعطيني؟ مش بتعطيني باور؟ اف دي بتعطيني شغل، اف في في بتعطيني باور. فعم بتضيع الطاقه اللي جبتها من البطاريه، جزء منها حتى هذه لوس طبعا، وهي حتى اتغلب على الفريكشن موجود. على فكره مش عم بعمل انا شغل مفيد، عم بتغلب بس على الفريكشن، ما رفعتش لود ولا عملت شيء، اوكي؟ ماشي؟